هاي العنف ضد الأطفال هو أي اعتداء جسدي أو جنسي أو سوء معاملة أو إهمال بيتعرض له الطفل. الإحصاءات الأخيرة بلبنان بينت تعرض 4.1% من الأطفال للاعتداء الجنسي، والنسبة على الأرجح أعلى بكتير لأنه الموضوع حساس ومرتبط بتابوهات كتيرة بالمجتمع. ب 49% من الحالات المعتدى جنسياً هو من البيئة القريبة للأطفال. نسب انتشار الاعتداء الجنسي بلبنان قريبة للنسب الموجودة بالبلاد الغربية. العمر المتوسط للأطفال المعرضين للاعتداء الجنسي هو 10 سنين. مين قال إنه لغة الحوار لازم تكون موجودة بين الأهل وأولادهم وبين الهيئة التعليمية والتلاميذ، بالإضافة لنشر الوعي لمحاربة أي نوع من الاعتداء على الأطفال أكن معنوي أو جسدي؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.